المصيب. ايه المشكلة ان اهل الفضل يبقوا اغنى الناس؟ ده انسان تاني. وعد الله ان يعيش اهل الطاعة في نعيم الحياة السعيدة. في ناطحة من ناطحات السحاب في نيويورك عجب لأمرهم، بقي في الأسانسير مع فتاة أمريكية جميلة جدا، غض بصره عما حرم الله، فتنة شديدة. أنا مسلم. وكم من أفيرزق ربنا الكفار وينسى أن يرزق من يعلمون الناس توحيد العزيز الغفار؟ قيمة من أجل القيم. لقد جاء رجل إلى المصطفى فسأله صدقة فأعطاه النبي غنما بين جبلين. فالحياة الطيبة حياة أهل الدين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن قصة رجل أو شاب من أبنائنا وأولادنا في أمريكا. الشاب ده مغربي. الشاب ده سبحان الله شاب مغربي فقير جدا جدا جدا. وبعدين زيارة وزيارة فرجعت مرة أخرى بسأل فين يا أولاد فلان؟ شاب صغير 22 سنة 23 24 ليش؟ قالوا لا ما شاء الله يعني فلان ما شاء الله خير الحمد لله خير. قال هذا بقى خلاص ملياردير. ملياردير ايه خير؟ خير دخل مكان قمرة ولا أمار؟ قال لا 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 ايه اللي حصل؟ سبحان الله راكب في أسانسير في ناطحة من ناطحات السحاب في نيويورك وقدر الله الأسانسير فيه ناس وبدأت ناس تنزل فالمهم بقي في الأسانسير مع فتاة أمريكية جميلة جدا لعدة أدوار أو لعدة طوابق. الولد ناظر في الأرض سبحان الله هو وهي فقط لم ينظر إليها نظرة واحدة. جميلة فتنة شديدة وجمال ولم ينظر لها أبدا. البنت بمجرد ما بقت وحدها مع هذا الفتى خافت من إيذائه بأي صورة من صور الإيذاء. لكن الولد لم ينظر وهي تراقبه بعينها لم ينظر إليها أبدا. تعجبت أنت الإله الواحد الفرد الصمد سبحان. فالبنت خايفة خايفة جدا. مهم جاء طابق الأخ هينزل فيه نزل شغال في مكتب من المكاتب في شركة من الشركات نزلت وراه استوقفته قالت والولد يجيد الإنجليزية بفضل الله تبارك وتعالى. وجهه جميل منير وجهه طاعة. فقالت له هو أنا مش جميلة؟ لا ما أعرفش أنا لم أنظر إليك. قالت ليش؟ ليه ما نظرتش إليه؟ وأنا مش جميلة ولا إيه؟ قال لها دين يحرم علي ذلك. سبحان الله. قالت ليه ما فكرتش تعتدي علي بقبلة أو باغتصاب أو بأي صورة من صور الاعتداء؟ أسأل الله أن يسترنا وإياكم أن يستر نساءنا بناتنا. قال لا أعوذ بالله أخاف الله. قالت أين الله؟ أين الله هذا الذي تخشاه وتخافه إلى هذا الحد؟ فبدأ يكلمها كلمات قليلة جدا. قالت
دينك هذا الذي يمنعك من أن تنظر إلي نظرة لا يمكن على الإطلاق أن يسمح لك أن تفعل فعلا فيه أي لون من ألوان الإذاء. قلت له دينك هذا الذي يحرم عليك أن تنظر إلي نظرة لا يمكن أن يسمح لك أن تفعل فعلا فيه أي لون من ألوان الإذاء. قال نعم وبين لها. فقالت له تقبل أن تتزوجني؟ قال أنا مسلم. ما دينك؟ قالت ليست مسلمة. قال لا يجوز. قالت أدخل دينك هذا، أدخل دينك وتزوجني؟ قال نعم. ماذا تصنع؟ ماذا أفعل؟ قال افعلي كذا وكذا. وجعله الله سببا لإسلامها بعمل لا يخطر لنا على بال، غض بصره عما حرم الله، بس غض بصره. حد هيفكر من شبابنا في هذا؟ دنيا أحب جمالها فقط كعروسة. شيء عجيب، قيمة من أجل القيم، وقد لا تخطر لنا نحن الكبار على بال. ربنا وتزوجته وسلمت له كل ما تملك، وقد ورثت تركة ضخمة كما قال للإخوة، وأصبح هذا الشاب بفضل الله يعني يمتلك هذه الحسناء الجميلة التي أصبحت في ميزانه أعظم من حمر النعم كما قال المصطفى. وامتلك كل هذه الأموال، وصدق الكبير المتعال إذ يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أقسم بالله، أقسم بالله، من اتقى الله سيرزقه من حيث لا يحتسب. غض بصره عما حرم الله. وذكرت أجيالا فلت من قبل، تركوا المتاع وجفت الغدران، كانوا يعيشون الحياة على أمل، يلهون في الأنوار والأوطان. يا نفس توبي عن مغلات الهوى ومصيرك سبحان الواحد الديمان فاتي سواه.